السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في برنامج ديالكم أبراكادابا. برنامج اللي الهدف ديالو يعلم الألعاب السحرية والخدع البصرية ويعطي فكرة عليها في المغرب. قبل ما غنبداو البرنامج ديالنا، قبل ما غنشرحوا اللعبة الأولى ديالنا، تهبط دابا تكليك على ابوني وتابعنا في لاباج فيسبوك وفي انستغرام. في الأولى الدراري غنبداو بخدعة بسيطة غنبقاو غاديين وكنطلعوا في الميم، حيت ما يمكنش نجيو نيشان ونشرحوا لعابكم. كيف ما كتشوفوا عندنا واحد الكارطة، غنشدوا هاد الكارطة بحال هكا، نحسبوا واحد جوج ثلاثة، الكارطة غادي تبقى تنفس. بالنسبة للدراري الشرح ديال هاد اللعبة هو ساهل وبسيط. قبل ما غتبداو تلعبوا هاد اللعبة وتوريوها للناس، خاصكم ضروري ترينيو عليها 40 مرة قدام المرايا. إيه لعبة سهلة تعلمتوها، خاصكم ترينيو عليها 40 مرة قدام المرايا باش تتقنها مزيان، باش إلا درتيها شي واحد ما يعيقش ليك. اللعبة سهلة وبسيطة بزاف. كتشد كارطة بحال هكا، كتكواسيها بين صباعك بجوج كيفما كتشوفو، وكتدرقها بصباعك الآخر. أهم حاجة الدراري هو أن صباعك يبقاو فيكسين تحت من الصباع الآخرين. كل ما بقاو فيكسين تحت من الصباع الآخرين كل ما مزيان. ضروري الدراري، حيت إلا درت شوية بحال هكا غيبانو صباعكم. أهم حاجة هو أن صباعك يبقاو مغطيين بالصباع الآخرين. كيفما كتشوفو كتبقى تلعب بها بحال هكا. لعبة سهلة وبسيطة بزاف. أهم حاجة خاصكم ترينيو عليها 40 مرة قدام المرايا. أي لعبة علمتكم ليها خاصكم ترينيو عليها 40 مرة قدام المرايا. حتى لهنايا الحلقة ديالنا سالات، ترقبوا حلقات مازال جايين في الطريق، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا في فيسبوك وفي انستغرام، وإن شاء الله في راسكم.